معاكم الدكتور محمد غنيم، عايز اتكلم النهارده عن علاقه النجاح بالمثابره والعادات. في ناس كتير بتعمل تغيير بسيط في حياتها بس بتستمر فيه فبيعمل نجاح كبير وتغيير في حياتها، وفي ناس بتعمل تغيير كبير ما بتستمرش فيه فما بيوصلش للنتيجه الكويسه. يعني انت عايز تخلص اعمل بس نص ساعة يوميا، عايز تتعلم لغة إنجليزية احفظ 5 كلمات كل يوم، فما تفكرش بقى ان هو ايه، لا ده انا لازم اعمل ريجيم جامد قوي النهارده وما اكلش خالص واقفل البق، لا مش هيجيب نتيجة، لا مش ه... ف زي ما قلت كده اهو، نص ساعة يومي حفظ كلمات. الأهم حاجة اللي أنت عايز تعمله ده تختار 3 حاجات وأنا اتكلمت عليهم في فيديو قبل كده، اللي هو إيه؟ ريبيت، ريمايند الأول، فكر نفسك في الوقت اللي هتعمله العادة، ريمايند ديلي ريمايند، وبعدين ريبيت التكرار، تكررها، وبعدين ريورد، كافئ نفسك طالما أنت عملتها. إحنا 40% من اللي بنعمله يوميا هي عبارة عن عادات، هي عبارة عن إيه؟ عادات مش أكتر. فعشان كده في جملة أنا بحب أقولها دايماً اللي هي إيه؟ خلي بالك من أفكارك لأن هي بتبقى كلماتك، وكلماتك بتبقى أفعالك، وأفعالك بتبقى عاداتك، عاداتك دي بقى هي شخصيتك، شخصيتك دي هي اللي بتحدد بقى إيه؟ الديستني بتاعك، الإيه؟ القدر بتاعك. فاحنا السؤال دايما اللي بنحب نساله نفسنا، احنا مخيرين ولا مخيرين والكلام ده، ولا احنا حرين؟ احنا حرين فعلا في ان احنا نحاول نغير من عاداتنا بشكل مستديم عشان نوصل لدرجه من الرضا عن نفسنا بشكل كبير. بس شكرا جدا.